بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد تعرضنا في دروس سابقة مكونة من فصلين يمكن الاطلاع عليهما على موقع جامعة القاضي عياض وكلية الآداب، وبعدها في الفصل الثالث من هذه الدروس الذي يهم التجربة المغربية في الجهة والجهوية، كنا قد قدمنا في كبسولة أولى التجربة الفرنسية في المغرب أو التجربة الجهوية على عهد الاستعمار بين سنة 1912 و1956، ورأينا ما هي مساهمتها في بناء نموذج مغربي خاص بالمغرب، وما هو أو ما هي محدودية هذه التجربة والعوائق والصعوبات التي واجهتها والتحديات التي حاولت أن تتجاوزها ولكن بقيت معلقة، ونتائجها على المستوى المجالي، وخاصة ما يتعلق بأولا التسيير الذي كان ممركزا، وثانيا الاختلالات الترابية التي أحدثتها هذه التجربة. غير أن هذه المرحلة التي ستبدأ انطلاقا من سنة 1956 وستنتهي بخلق جهوية سنة 1971 ستكون مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب. لماذا؟ لأن المغرب سيبدأ في التفكير أي نموذج سيعتمده، النموذج السياسي، النموذج الاقتصادي، النموذج الاجتماعي، كيف سيتعامل المغرب مع هذه المرحلة التي أخذ فيها استقلاله ويريد بناء دولته العصرية ودولته الجديدة بناء على الإرث الذي تركه الفرنسيون كإرث ترابي إداري اقتصادي اجتماعي إلى آخره. وفي نفس الوقت سيطرح السؤال ما هي القطاعات الاقتصادية التي سيعتمدها المغرب، فكان الجواب أن ركز بالأساس على الفلاحة والسياحة، واعتمدت المقاربة القطاعية في هذه السياسة. هذه المقاربة القطاعية رغم أهميتها ونجاعتها وأنها أعطت نتائج حيث طورت هذه القطاعات على المستوى الوطني، إلا أنها أيضا كانت انتقائية للمجالات وانتقائية للقطاعات، وبالتالي ساهمت أيضا في تقوية الاختلالات المجالية وزاد التفاوت بين الجهات التي كانت في الأصل متقدمة والأخرى التي كانت في حاجة إلى التطوير، وهي المناطق الهامشية التي تعتبر الجبال والصحاري في الجنوب وفي الجنوب الشرقي وفي الشرق من أهم مكوناتها. إذن لابد من أن يكون هناك التفكير أولا النظري والعلمي وبعدها السياسي في كيف يمكن مواجهة هذه الاختلالات، على الرغم من أن المغرب اختار نموذجه التنموي كما قلت المبني بالأساس على مغربة الأطر، مغربة التعليم، مغربة القطاعات، وفي نفس الوقت تقوية وتطوير الفلاحة والسياحة. في نفس الوقت كيف سيواجه المغرب هذه المسائل كلها التي هي كثيرة ومتعددة وستأخذ مسارا واحدا هو تنمية التراب الوطني، غير أن ذلك ليس بالسهل لأن الاختلالات كانت عميقة والتفاوتات كبيرة جدا، وبالتالي النقاش العلمي الذي كان سائد أو حتى السياسي التي كان سائد في الستينات من القرن الماضي كان مطروح فيها كيف سنواجه أولا هذه الاختلالات، ثم ثانيا أن ننمي المجال الجغرافي وأن ننمي الاقتصاد والمجال والمجتمع، وفي نفس الوقت كيف نقوي الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت كيف نصبح دولة ليس فقط دولة
تؤمن بالتكافل الاجتماعي، ولكن أن تكون فيها التنافسية أيضا، حتى نستطيع فعلا أن نكون دولة قادرة على جلب الاستثمارات وعلى جلب العملة الصعبة للمغرب وإشعاع المغرب الخارجي على المستوى الدولي. إذن هذه تحديات كانت كبيرة جدا، وبالتالي بدأ التفكير في خلق جهوية أو سياسة جهوية وخلق جهات قادرة على أن تتحمل كل هذه المسؤوليات، وخاصة منها الحد من الاختلالات الترابية والمجالية. إذن هذا التحدي سيدفع الدولة سنة 1971 من خلال الظاهر رقم 71-77 المؤرخ اليوم 16 يونيو 1971 إلى خلق الإطار المؤسس والمنظم لأول تجربة جهوية في المغرب. وهذه التجربة الجهوية ستحاول خلق ما يسمى بالجهات الاقتصادية، لأن آنذاك النقاش العلمي والسياسي الذي كان سائدا هو أنه إذا أردت أن تواجه الاختلالات وأردت أن تنمي الدولة وتنمي المجتمع والمجال، يجب العبور عبر المعطيات الاقتصادية أو عبر الاقتصاد، كان هو المفسر تقريبا أو هو العملة الصعبة للمرور إلى التنمية. فكان الإطار هو خلق جهات، وتكون هذه الجهات جهات تسمى بالجهات المخطط، أي أننا نخطط لمجال معين كيف سيصبح في المستقبل. هذه الجهة المخطط كانت جهة وظيفية، ووظيفتها بالأساس اقتصادية. ولذلك نجد أن القانون الذي أشرت إليه ويشير إلى تحديد هذه أو تعريف هذه الجهات ومهامها والهياكل المرتبطة بها، نجدها يحدد هذا القانون، وننطلق في ذلك من الفصل الرابع الذي يحدد بأن الجهة في مفهوم هذا القانون تسمى بالمنطقة. فالفصل الرابع يقول: يراد بالمنطقة حسب مدلول الفصل الأول إلى مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة بتقوية نموها، والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها. وتؤلف المنطقة إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة. وأحدثت كما بين ذلك الفصل الثالث لدى الوزير الأول مديرية للتنمية الجهوية لتنفيذ وتنسيق الأشغال والدراسات والأعمال المتعلقة بالمناطق والعمل بصفة عامة على ازدهار اقتصاد المناطق. ثم خلقت هيئة أخرى يبينها الفصل الرابع، حيث تحدث في كل منطقة أو تحدث في كل منطقة هيئة إقليمية استشارية تتألف مما يأتي: رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة، ممثلو الغرف الفلاحية وغرف الصناعة التقليدية والتجارية والصناعة العصرية في حضيرة مجالس العمالات والأقاليم المذكورة، 5 أعضاء يعينهم كل مجلس من هذه المجالس في حضيرته، ويحضر اجتماعات الهيئة كل من عمال العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ المنطقة ومساعديهم ورؤساء المصالح الخارجية لمختلف الوزارات. وفي الفصل الخامس يتبين أن هذه الهيئة الإقليمية الاستشارية رأيها تعطيه في جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية التي تهم المنطقة. يتبين من خلال هذه النصوص أن الجهة التي نريد خلقها
هي جهة أولا تتكون من أقاليم، هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن خلقت هيئات، ومنها الهيئة الاستشارية التي لها وظيفة بالأساس استشارية، وأن الهدف من هذه الجهوية هو هدف اقتصادي نمر منه لخلق التوازنات المجالية والترابية، وأن الجهة كانت في مفهوم هذا القانون هي منطقة بالأساس. وهذه الجهة كما قلت هي جهة بمعنى إطار وظيفي يجمع مجموعة من الأقاليم الإدارية، والتي بتفاعلها تصبح قادرة على إنتاج وبشكل متوازن تنمية اقتصادية داخل فضاء مجالي وجغرافي واجتماعي. والجهوية في هذه المرحلة من الاستقلال تطرح كتقنية ووسيلة للحد من الاختلالات المجالية وبشكل عقلاني، وذلك بالقيام بتوزيع عادل للسكان والأنشطة والتجهيزات والخدمات على التراب الوطني. وهذا يعني وضع سياسة تتجه للقطيعة مع ما سبقها من المقاربة التي تتناول البلاد على أنها فضاء يتقابل فيه مغربان، مغرب نافع وفي مقابل مغرب غير نافع. ولإنجاز هذه الجهوية وخلق جهات اعتمدت عدة معايير وجب احترامها في خلق الجهات التي كانت أو كان عددها 7. هذه المعايير منها أولا تأثير الشبكة الحضرية وتوزيعها على المجال الجغرافي. إذن الشبكة الحضرية أساسية في خلق الجهات، وهذا يذكرنا بالتجربة السابقة التي تبعتها السلطات الفرنسية في خلق الجهات على المستوى المغربي، وقد وضحت ذلك كيف أن بنية المدن وعلاقاتها وشبكاتها وتراتبيتها تكون وظيفية وتستعمل في البناء الجهوي لهذه الجهات. ثم أن الجهة التي ستخلق يجب أن تكون لديها إمكانيات السقي. معناها إمكانيات السقي أن يمكن أن تطور في المستقبل فلاحة خاصة بها تساعد على الاستجابة لحاجياتها، وقد تكون في بعض المناطق تخصصها الذي تتنافس به مع جهات أخرى سواء وطنية أو دولية لتبيع المنتوجات أو منتوجاتها الخاصة. ثم ثالثا المعيار الثالث أهمية توزيع الكثافة السكانية في الأرياف، أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الكثافة حتى تكون هناك تقريبا توازنات في توزيع عدد السكان بين الجهات، وهذا سيؤثر على أيضا المساحات التي ستخلق جهاتها متباينة حسب الكثافات أيضا. فكلما كانت الكثافة ضعيفة والساكنة متفرقة ستكون الجهة أوسع من التي توجد فيها مراكز حضارية وتمركزات حضارية كبيرة. رابعا أو المعيار الرابع وضعية البنية التحتية، أن البنية التحتية التي تزخر بها كل المناطق يجب أن توزع بشكل يجعل أن كل جهة تكون لديها تجهيزات أساسية تبني عليها تنميتها وسيرورتها وحركيتها. ثم القيمة المضافة الصناعية، يجب أن توزع آنذاك أو في المستقبل بطريقة عادلة ومتوازنة حسب أهمية كل جهة في الاقتصاد الوطني. ثم وجود منفذ إلى البحر باستثناء جهة واحدة وهي جهة الوسط الجنوبي. إذن
لابد إذا أردنا أن نخلق جهة أن نفكر في أن يكون لها انفتاح على البحر حتى تستطيع أن تستفيد من الانفتاح على البحر أولا بخيراته، وثانيا أن تنفتح على الخارج وأن يكون لها موانئ أو ميناء يكون ميناء جهويا يخدم المنطقة، باستثناء بطبيعة الحال جهة الوسط الجنوبي التي عاصمتها الإدارية هي مكناس. ثم أن هذه الجهة تكون مختلفة من حيث مكوناتها الجغرافية والسكانية، وهذه المكونات الجغرافية رغم اختلافها يجب أن تتكامل لكي تعطي إمكانيات التنمية لهذه المجالات، بل ذهبت أبعد من ذلك للحد من الاختلالات التي كانت آنذاك سائدة والتي تركها التدبير الفرنسي للتراب المغربي. كانت هذه التجربة جمعت بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية، بين مناطق في ما كان يسميه اليوطي بالمغرب النافع والمغرب غير النافع، حتى تتكامل هذه المناطق في تنميتها وتغني الواحدة الأخرى. بطبيعة الحال هل سينجح ذلك؟ هل ستنجح هذه السياسة في هذا الأمر؟ سننظر إلى ذلك في النتائج فيما بعد. ونجد على أن الجهوية التي خلقت كما قلت خلقت سبع جهات. هذه الجهات أخذت تسميات أساسا جغرافية، فنجد أن الجهة الأولى سميت بالجهة أو جهة الجنوب، وكانت عاصمتها الإدارية إقليم أكادير أو أكادير مدينة أكادير، ثم إقليم طرفايا وإقليم ورزازات. والجهة الثانية جهة تنسيفت سميت على حوض جغرافي أو حوض هيدروغرافي ومكونة من إقليم مراكش وإقليم أسفي. ثم الجهة الوسطى التي تتكون من إقليم الجديدة وإقليم سطات وإقليم خريبقة وبني ملال وعمالة الدار البيضاء. ثم الجهة الشمالية الغربية إقليم طنجة إقليم تطوان إقليم القنيطرة وعمالة الرباط سالة. ثم الجهة الوسطى الشمالية المكونة من إقليم فاس إقليم تازة إقليم الحسيمة، والجهة الشرقية مكونة من إقليم وجدة وإقليم الناظور، والجهة الوسطى الجنوبية مكونة من إقليمي مكناس وإقليم قصر السوق. ثم فيما بعد تم إحداث إقليم قلعة سراغنة وإقليم الصويرة بالنسبة لجهة تنسيفت وإقليم زلال بالنسبة لجهة الوسطى وإقليم الخميسات بالنسبة لجهة الشمال الغربي، وتم إدماج الأقاليم الجنوبية في جهة الجنوب بعد استرجاعها سنة 1975. إن التقطيع الجهوي لسنة 1971 قد ألغى هو بدوره مفهوم التجانس الجغرافي، أن الجهة التي خلقت ليس جهة متجانسة كما قلت، لأنها مكونة أو مكونة من تشكيلات جغرافية مختلفة ومن مناطق غنية وفقيرة، وبالتالي لم يعتمد التجانس على هذا المستوى. إن الأساس الجغرافي كما يقول الأستاذ دريس البصري في كتابه لا ديسنتراليزاسيون او ماروك دو لا كومون à la région، والذي أصدره سنة 1994، يقول إن الأساس الجغرافي العقلاني للتنظيم الجهوي ليس هو البحث عن تطابق الجهات الطبيعية والجهات الإدارية، بل هو الجمع داخل نفس الجهة الإدارية بين مناطق طبيعية مختلفة وبالخصوص متكاملة تمكن من توفير العناصر الضرورية لحياة جهوية منسجمة ومتوازنة. إذا نبحث عن الانسجام والتوازن والتكامل بدل البحث عن التجانس الجغرافي الذي قد لا يساعد فعلا على تنمية هذه الجهات وجعلها تلعب دورها بحيث تحاول القضاء على الاختلالات المجالية في هذه المرحلة. وأعطتنا هذه التجربة هذه الخريطة في التقسيم الجهوي التي تم إحداثه، ويتبين أو نلاحظ من هذه الخريطة
أن تقطيع سنة 1971 أخذت قريبا تقطيع التقطيع الفرنسي الذي تم اعتماده في نهاية سنة 1948، ولكن بأهداف أخرى غير تلك التي وضع من أجلها التقطيع الأول. إذن عرفنا ما هي الأهداف التي وضع الفرنسيون من أجلها ذلك التقطيع، ولكن نحن بأهداف مختلفة أخذنا قريبا نفس التقطيع وأضفنا له المناطق التي تم استرجاعها من الإسبان وهي الأقاليم الجنوبية والمناطق الريف ومنطقة سيدي فني، وتم ضمها إلى الجهات المجاورة. ثم تقسيم منطقة الاحتلال الإسباني المسترجعة في الشمال والجنوب بين مختلف هاته الجهات، على أن هناك فوارق داخل كل جهة من حيث طبيعة المناطق الجغرافية المكونة لها، على أن أيضا الجبال قسمت كما نرى بين مختلف الجهات، وهذا نموذج يبين كيف أن فعلا الجهات مكونة من وحدات جغرافية مختلفة، على أن أهم الأنشطة والسكان والتجهيزات تم تركيزه أساسا في جهتين مركزيتين بالمغرب الأطلنطي وهما جهة الوسط والشمال الغربي. إذن عدنا أن التركيز للخيرات كلها تقريبا موجود في هذا المغرب الأطلنطي سواء على المستوى وسط البلاد أو شمالي، وبالتالي رجعنا تقريبا لنفس الخريطة التي أنتجتها فرنسا وأنتجتها التجربة الفرنسية. إذن سنجد بأن هناك تركيز للتجهيزات للإعدادات للديناميات للاستثمار في هذا المغرب المركزي المغرب المتقدم، وبقية المناطق الأخرى تواجه صعوبة الاندماج أولا وصعوبة التنمية الجهوية في مناطقها أو في جهاتها. إذن هناك تعميق للاختلالات المجالية، ويمكن أن نقول أن هناك تحدي كبير واجه هذه التجربة التي اتبعها المغرب سنة 1971، وجعلته لم يتمكن فعلا من تفعيل هذه التجربة. فلماذا لم يستطع المغرب تفعيل هذه التجربة بما يستلزم أو ما تستلزمه متطلبات تلك الفترة، وخاصة الاختلالات المجالية والتوزيع الغير المتكافئ للخيرات وللسكان وللتجهيزات وللإعدادات؟ فما هي هذه التحديات أيضا التي جعلته لم ينجح ولم يفعل بما فيه الكفاية هذه التجربة؟ يمكن أن نقول بأن السياق السوسيو-اقتصادي والسياسي للمغرب بعد اعتماد جهوية 1971 كان أو خلق تحديات كبرى للمغرب. فإذا ما أردنا أن نأخذ العناصر الكبرى لهذه التحديات، سنجد بأن المغرب واجه في السبعينات مباشرة بعد خلق هذه السياسة واجه ارتفاع أثمان البترول، وهذا كلفه، وكان سبب ارتفاع أثمان البترول أولا الحرب الإسرائيلية العربية والحرب العربية الإسرائيلية لسنة 1973، والحرب العراقية الإيرانية سنة 1979، كلها أدت هذه الحروب إلى تطور وغلاء ثمن البترول، وهذا كلف ميزانية الدولة الكثير. ثم هبوط أثمان الفوسفات هو المورد الرئيسي للمغرب، لكن هبط ثمنه في هذه المرحلة، وهذا سيؤثر أيضا على ميزانية الدولة. ثم الحرب التي فرضت على المغرب وهي حرب الصحراء منذ سنة 1975، والتي كان المغرب أو كلفت المغرب 3% من الناتج الداخلي الخام، وهذا تكلفة أيضا كبيرة جدا بالنسبة سترهق ميزانية الدولة. ثم الجفاف الذي عرفه المغرب انطلاقا من سنة 1979 وبقية تأثيراته إلى سنة 1986، كل هذه
الأوضاع ستجعل المغرب أمام عجز مالي كبير، وبالتالي سيتجه إلى المديونية، وستزداد المديونية بشكل كبير، وستزداد خدمة الدين أيضا، ولن يستطيع المغرب مواجهتها، وبالتالي سيفرض عليه مخطط التقويم الهيكلي لسنة 1983. ما هي نتائج هذا التقويم الهيكلي؟ أولا ستكون تخفيضات الأعباء، تخفيض الأعباء الاجتماعية، أن المغرب لن يستطيع مواجهة الأعباء الاجتماعية والمتطلبات الاجتماعية، ستكون تحدي كبير له في هذه المرحلة، وستتراجع الدولة عن الكثير من التزاماتها في هذا الاتجاه، لأنها ستركز على الاقتصاد وعلى التنافسية حتى تستطيع أن ترد بعضا من ديونها وخدمة دينها. وبالتالي من المنطقي في هذه المرحلة وفي الوضعية التي وضع فيها المغرب أن يتخلى عن التخطيط. وحينما نقول سيتخلى عن التخطيط، معنى أن سيتخلى عن جزء كبير من إعداد التراب الوطني الذي تدخل ضمنه السياسة الجهوية، وبالتالي ستكون آيلة إلى عدم النجاح بطبيعة الحال، لأن الظروف غير مواتية لذلك، وأصبح هم المغرب هو البحث عن التوازنات الماكرو اقتصادية أكثر من البحث عن التنمية الجهوية والتماسك الاجتماعي، وهذه تحديات كبرى واجهت المغرب، فكيف سيواجهها في المرحلة التي ستأتي فيما بعد؟ ومتى يمكن أن نقول بأن المغرب سيستجمع قواه ويستطيع فعلا أن يخلق سياسة ترابية جديدة تواجه تحديات ما أنتجته التجربة الأولى والتجربة الثانية من الاختلالات، وأن تستجيب لمتطلبات الساكنة وأيضا للتدبير الترابي العقلاني العصري الفعال والناجع؟ فهل ستكون التجربة التي ستأتي تقريبا 25 سنة فيما بعد، أي سنة 1996-97، هل ستكون هذه التجربة قادرا فعلا على رفع التحدي؟ ما هي خصوصياتها؟ ما هي مميزاتها؟ ما هي إضافتها بالنسبة للتجربة المغربية ولبناء النموذج المغربي الخاص بالجهوية في المغرب؟ وشكراً.